بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم، سيد الأمين العام اتحاد العام عمال الجزائريين، أخي سيدي سعيد، سيدات والسادة الإطارات، سيدات والسادة إطارات المصالح الغير ممركزة لمفتشية العمل، أسرة الإعلام، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أرحب كما قلت بصديقي وأخي الأمين العام الاتحاد العام عمال الجزائريين سي عبد المجيد سيدي سعيد، وأشكره على هذه الشهادة وعلى هذه الكلمة القيمة التي ألقاها في لصالح مفتشية العمل، وهذا نعتز بهذه الشهادة وبهذه الكلمة. ذلك أن حضوره اليوم معنا له دلالة رمزية تتعلق بالاهتمام الذي توليه الدولة من خلال مؤسساتها وكذلك الاتحاد العام العمال الجزائريين لمسألة ترقية وتعزيز شروط العمل اللائق وحماية العمال وتطبيق تشريعات العمل، وهو انشغال نتقاسمه ونعمل على تجسيده بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في ظل الحوار والتشاور كما أشار إليه السيد الأمين العام. سيدات والسادة الحضور الكرام، يندرج هذا اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل في إطار البرامج المسطرة من طرف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال التقييم الدوري لنشاط مصالحه المركزية والغير ممركزة، وهي لقاءات تسمح بإعداد حصيلة على الأنشطة المنجزة ودراسة النتائج المحققة والتصحيح وتصحيح الاختلالات المحتملة وتحديد الخطوط التوجيهية وكذلك التوجيهات الضرورية المتعلقة بممارسة مهام مختلف الهيئات تحت الوصاية ومنها مفتشية العمل. في هذا المقام ينبغي التذكير بالنقلة النوعية والكمية التي عرفتها مفتشية العمل من حيث العصرنة منذ إعادة تنظيمها بداية سنة 2005 إثر القرارات الهامة التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي خصت إصلاح هيئات الرقابة بهدف ضمان تطبيق الأمثل للتشريع وتنظيم العمل واحترام حقوق العمال مع الحرص على استغلال أفضل لمحاسن الحوار والتشاور، حيث استفادت هذه الهيئة في إطار تجسيد مخطط العصرنة من تدابير مختلفة لفائدة مصالح المحلية، مما سمح بتحسين الشروط المهنية للمفتش العمل وظروف استقبال المواطنين وبتدعيم الموارد البشرية وعصرنته ووسائل العمل وتحسين تكوين وضمان التكوين المستمر. وتؤكد هذه النتائج دون أي شك على العناية التي توليها السلطات العليا لتزويد مفتش العمل بالوسائل الضرورية في سبيل الأداء الجيد لمهامها النبيلة، وأيضا لتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمة العمومية ذات الجودة. ولاحظنا هذا من خلال الحصيلة التي ألقاها المفتش العام للعمل. السيدات والسادة الحضور الكرام، لا شك أن التدعيم المتعدد الجوانب الذي استفادت منه هياكل مفتش العمل قد انعكس بشكل إيجابي على تواجد وانتشار مفتشي العمل في الميدان، مما أتاح تحقيق تحسن تدريجي لأداء مصالح مفتشية العمل على مختلف الأصعدة، لا سيما تلك المتصلة بتكثيف زيارات التفتيش والرقابة التي ما فتئت تتزايد من سنة إلى أخرى. وقد مست زيارات المراقبة هذه مختلف الميادين المتعلقة بتشريع العمل، لا سيما مراقبة تسريح العمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي، إذ يسهر القطاع على بذل جهود بصفة مستمرة حرصا منه على التغطية الاجتماعية لكل عمال وكذا لضمان تسديد أجر مطابق للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، ناهيك عن مراقبة مدى احترام الحقوق الأساسية للعمال في إطار عمل لائق. إنه لمن الهام التذكير بأن مختلف الأنشطة التي تقومون بها ترتكز أساسا على الجوانب الوقائية عبر تحرير ملاحظات وإعذارات في ميادين مختلفة للتشريع، وذلك ضمن هدفه المحوري
أو هدفها المحوري المتمثل في تطبيق الالتزامات القانونية في إطار تشاور. ولا يفوتني أن أشير إلى أحد المحاور ذات الأولوية والتي تدخل في الصلاحية المخولة لمفتشة العمل، وهي المهام التحسيسية والإعلامية لفائدة الشركاء الاجتماعيين، والتي تمثل قاعدة أساسية للمرافقة كما ذكر السيد الأمين العام، والنصح والتوجيه، وكذلك عن طريق خلق فضاء للتواصل وتبادل المعطيات والمعلومات. أيتها السيدات أيها السادة، فيما يتعلق بعلاقة العمل الجماعية، ينبغي الإشارة أن الوقاية من النزاعات الجماعية على المستوى مختلف قطاعات النشاط والمؤسسات قد سجلت قفزة نوعية، لا سيما إثر تنصيب جهاز اليقظة على المستوى المركزي ولا مركزي. هذا الجهاز يهدف إلى الوقاية من أي وضعية تشهد عدم استقرار في عالم الشغل مهما كان القطاع والنشاط التي تنتمي إليه. إن المجهودات المبذولة، خاصة تلك التي تقوم بها اللجنة الوطنية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، والتي سجلت خلال عام 2018 عدة اجتماعات ضمت مختلف القطاعات المعنية بما فيها تلك التي تمت على المستوى المحلي برئاسة السيدات والسادة الولاة، قد نجحت في إضفاء مناخ اجتماعي على عموم يتسم بالهدوء وتسوده الثقة والحوار بين الشركاء الاجتماعيين. أود أن نستغل هذه السانحة لكي أتطرق إلى ملف يوليه القطاع أهمية من الدرجة الأولى، وهو ملف المراقبة المرتبطة بتعليمة السيد الوزير الأول الخاصة بإرساء الإجراءات المتعلقة بالتشغيل عامة والتنصيب خاصة في ولاية الجنوب. إنني أولي بالغ الأهمية للحرص على تطبيق معايير العدالة والشفافية المرتبطة بفرص الممنوحة بالدرجة الأولى للمواطنين الطالبين للشغل على مستوى هذه المناطق من الوطن. أشير أيضا في نفس الإطار إلى ضرورة السهر على تطبيق الصارم للتشريع لكل الإجراءات المرتبطة بظروف التشغيل العمل الأجنبية، لا سيما فيما يخص التقيد باحترام الاتفاقيات المبدئية. على صعيد آخر، يتعين على مصالح مفتشة العمل أن تسهر على مراقبة تطبيق التشريع في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل طبقا لصلاحيتها. ذلك أن الوقاية في مجال الصحة والسلامة في العمل تعد أو تعتبر الانشغال الرئيسي للسلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في بلادنا، لما لها من تأثيرات على العمال وعلى منظومة الحماية الاجتماعية والصحية وعلى الاقتصاد الوطني وأداءات المؤسسة على حد سواء. كما أجدد حرصي الخاص على أهمية تعزيز التعاون في إطار فرق التفتيش والمراقبة المشتركة مع هيئة الضمان الاجتماعي من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحصيل الاشتراكات بكافة الطرق القانونية ومضاعفة نشاط التحسيس والتوعية والإعلام تجاه المواطنين ومختلف المتعاملين بأهمية الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي وانتظام الاشتراك فيها. يندرج هذا المسعى في إطار حماية العمال وضمان أداء الالتزامات تجاه الضمان الاجتماعي، وبالتالي المساهمة في حماية التوازنات المالية لهذه الصناديق وضمان ديمومتها وديمومة الخدمات والأداءات التي تمنحها لفائدة مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الهشة والضعيفة منها على غرار فئة المتقاعدين. وفي إطار مواصلة كذلك جهود الدولة الرامية إلى تعزيز إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما من خلال تخصيص نسبة 1% من مناصب الشغل بالمؤسسات العمومية والخاصة، أطلب منكم إلى عناية خاصة لمراقبة مدى تطبيق أحكام القانون 0209 لسنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما في الشق المتعلق بالتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة أو الدفع اشتراك مالي في رصيد حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم في حالة استحالة ذلك. سيدات والسادة الحضور الكرام،
في ختام كلمتي أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالدور الذي يلعبه الاتحاد العام العمال الجزائريين وعلى رأسهم وعلى رأسه صديقنا السيد عبد المجيد سيدي سعيد في حماية حقوق العمال والاقتصاد الوطني. أقول في حماية حقوق العمال والاقتصاد الوطني، وهذا من خلال تشجيع وتفضيل أسلوب الحوار والتشاور الذي يوازن بين النضال النقابي والمسؤولية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطنية واستقرار عالم الشغل. كما أشير مرة أخرى إلى الدور المحوري والهام الذي ينبغي أن تلعبه المفتشيات العمل في مجال متابعة المناخ الاجتماعي والمساهمة في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل. يندرج ذلك في مسعى يهدف إلى تكريس دور ومكانة مفتشيات العمل باعتبارها الإطار الشرعي والمرجع الذي يتوجه إليه كافة أطراف العملية الإنتاجية ومختلف الشركاء الاجتماعيين، سواء في مجال تطبيق تشريعات العمل أو التفاوض الجماعي أو في مسائل الوقاية من النزاعات الجماعية للعمال. أتمنى لكم التوفيق في أشغالكم. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.